السلام عليكم، الاسم ديالي عائشة وبنيس. انا من بين الناس اللي وقعت اليوم داك الاكسيدون اللي كانت في ايتبولي. هي صراحة اكسيدون صعيبة بزاف، حيت الطوموبيل وقعت من واحد الحافة، وهي حافة كبيرة يعني، كانت غادا لجهة الواد، وكان ديك الطريق عادة صعيبة بزاف، فيها الحجر وفيها المهم غابة نقول لك. تقريبا مش وقعت تقريبا مع ديك 3 و10 دقائق و15 دقيقة بحال هكاك قبل العصر. المهم قلت لك الطوموبيل كانت عامره شويه، كان فيها الركاب، وكان يعني الناس كانت تقداو من ازيلال على حساب رمضان، وهذا وكان الاساتذه تقريبا تاهما. الطوموبيل كانت عامره من الفوق، يعني كانت عامره بزاف يعني من داكشي ديال الماتيريال ديال الناس، ومن الداخل كانوا الركاب. وقلت لك زعما السبب اللي خلى داك الاكتظاظ هو انه تقريبا شي 3 الدراري ولا 4 كانوا قالوا زعما السائق باش يزيدهم معاهم، قالوا لي بلي راه زعما صايمين وهذا والطريق صعيبه وزادهم وصافي. هي هذيك تمينا غاديين واحد شويه، وشاف واحد جوج قوال وقفت لهم الطوموبيل وكان بغى يعاونهم، هما وقفوه في الاول، فاتهم بواحد شويه صافي. رجع اللور تا قال لهم شنو مالكم، قالوا لي راه البنو ديال الطوموبيل تفشات لهم وباغين يبدلوها، وهو باغي يعاونهم فهمتي، حيت هما ما كانوش عارفين كيفاش يبدلوا الرويضه ولا ما عرفت، كان باغي يعاونهم وصافي. رجع الطوموبيل اللور وبغى يوقفها على الحافه ديال الطريق، والطريق اصلا خايبه صافي. مع وقف الطوموبيل مع هبط من الطوموبيل ورجع الباب ديال الطوموبيل، وهي تم غادا هابطه بين جهه الواد وصافي. البلا كانوا الدراري كيقولوا ليه دير الكاله الطوموبيل دير الكاله الطوموبيل، ولكن هو الطاشر حتى هو الطاشر فهمتي، معاك شاف الطوموبيل غادا الحافه صافي، ما عرف ما يدير وصافي. انا بقيت عاقله على راسي في ديك الوقيته، لا حسينا بها غادا سميتو غادا الحافه صافي، هبطات بينا لتحت وصافي. انا قلت لك الحمد لله ما وقع لي والو بزاف، ولكن الحمد لله على كل حال الناس اللي ماتوا الله يرحمهم، وهذا قضاء الله وقدره الحمد لله على كل حال. بخير الحمد لله، ترس غير من صباعي وايدي الحمد لله، ولكن بخير الحمد لله، الاطباء ما خلو ما داروا الحمد لله. الطوموبيل هابطه كانت باقا فايقه، كنت انا من بين الناس اللي كيتفرجوا بزاف في اليوتيوب وداكشي، كيقولوا لك في ليزاكسيدون خاصك تحمي راسك، وانا داكشي اللي درت البال مع راسي باش ما يتضربش ليا مع شي حاجه، وغطيت راسي وبقيت جالسه فوق الكرسي وغطيت راسي بحال هكا. والله ما كرهنا الصراحه الطريق تقاد، حيت الصراحه ماشي شي طريق زوينه، الطريق خايبه بزاف يعني، كما قلت لك طوموبيلات بجوج ما يمكنش يتفاوتوا في الطريق بجوجات بهم، ضروري خاصه وحده توقف تدوز الاخرى، يعني ضروري من هذا المنبر كناشدوا الناس باش يعاونونا في الطريق ديال ايتبولي، راه حيت مطريق ما والو والله.